هي عايزة اتكلم عن التعصب الرياضي. هل التعصب الرياضي اصبح متواجد في هذه الفترة يعني اكثر من فترات سابقة او سنوات سابقة في الماضي بالنسبة للاعلام الرياضي المصري؟ والله انا في البداية حابة اقول انه فكرة التعصب انا هستخدمها كمصطلح اعلامي مختلف شوية بنستخدمها في الدراسات بتاعتنا اللي هي مصطلح التحيز. فكرة التحيز الإعلامي اللي بيبان في البداية في الصحف مثلا، لو احنا بنتكلم عن الصحافة الوسيلة الأقدم في البداية، فكرة الصحافة الاختيار نفسه للصحفي لإيه القصص الإخبارية اللي هتبقى في الصفحات الأولى أو في الصفحات الداخلية، حجم النشر نفسه ومساحته أولويات النشر، دي كلها بتحكمها مجموعة كبيرة من المعايير، سواء متعلقة بالسياسات التحريرية للصحف أو متعلقة باهتمامات الجمهور نفسه أو اعتبارات تانية كتير جدا. الحقيقة فكرة التحيز دي لو احنا بقى بننقل من مجال الصحافة، يعني كانوا زمان يدونا مفهوم كده في الإعلام اسمه مفهوم حراسة البوابة أو الجيت كيبنج. يعني إيه حراسة البوابة؟ طبعا المفهوم ده اختلف في ظل الإعلام الرقمي دلوقتي. فكرة إنه كان في حاجة اسمها الديسك في الصحف، إن أنا قبل ما الخبر يوصل للجمهور في حد بيراجع ويشوف مدى ملائمته للسياسة الصحيفة وإيه العواقب والنتائج اللي هتترتب على نشره. واحنا بنطبق دلوقتي على مجال الرياضة، ما أنا لما بنشر أي خبر ما أنا هشوف النتائج بتاعته، هل هو هيعمل لي مشاكل مثلا بين أندية بين الجماهير، هل هيعمل لي مشاكل، أي اعتبارات لازم كل ده أحطه في اعتباري قبل ما أنشر الخبر أو المضمون بتاعي أيا كان الشكل التحريري بتاعه. لو أنا بطبق على مجال الرياضة بشكل محدد، بما أننا في منتدى الإعلام الرياضي، أنا شايفة أن التعصب أو التحيز الرياضي مش واخد بس الشكل المتعارف عليه اللي هو بين الأندية وبين جمهور النادي ده والنادي ده، أنا شايفة الموضوع أوسع من كده بكثير. يعني احنا شايفين مثلا انه في تحيز، مثلا احنا مثلا ما بنهتمش بالبطل في مراحل اعداده وهو نشا في مرحله النشا، احنا بنستنى لما يبقى بطل ونجم ونبدا نلقي عليه الضوء. طب فين هو اصلا من البدايه؟ فين رحله كفاحه؟ فين هو الازمات اللي مر بيها لغايه ما وقف دلوقتي على منصه التتويج ودلوقتي احنا شايفينه بيتوج بالذهب؟ فاحنا يعني احنا في مراحل كتير، احنا مش بس محتاجين نتكلم عن الكبار، محتاجين يبقى في توازن بين المراحل العمريه بين المراه والرجل في النشا. في التحيز برضو في تحيز جغرافي، ان مثلا هو في فرق بين التحيز والتعصب. انا شايفه ان احنا لو بطبق على المجال الاعلامي انا بفضل استخدم منصور التحيز اكتر الاعلامي، فكره انه في تحيز بين الانديه، وفي نفس الوقت فكره انه في تحيز حتى جغرافي، يعني الانديه اللي موجوده الاكبر هي اللي النشر عنها بيبقى اكتر من الانديه مثلا اللي في الاقاليم او كده. ده حتى اللي انا وصلت له في رساله الدكتوراه لما كانوا مدربين من مختلف الرياضات بيتكلموا عن في انديه كتير ما فيش نشر عنها رغم ان هي بتحقق بطولات يعني في مختلف المحافظات.